غادرت البلاد اليوم فخامة الرئيسة كاتالين نوفاك رئيسة المجر والوفد المرافق بعد زيارة رسمية للمملكة استغرقت 3 أيام. وقد أجرت فخامتها خلال الزيارة محادثات رسمية مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم، تناولت تعزيز أفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. وكان في وداع فخامتها لدى مغادرتها مطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس بعثة الشرف وسعادة محافظ محافظة المحرق وسفيراء البلدين وعدد من المدعوين.